راح نتكلم مع ضيفنا اليوم عن العديد من المحاور الخاصة في الإعلان الإلكتروني وقضايا مهمة جدا خاصة في التشريعات. نرحب بالأستاذ علي الحصينان، دكتور حقوق في جامعة الكويت، نقول مساك الله بالخير ومنور سايبر توك. مساك الله بالخير وجزاكم الله خير على الاستضافة. أشكرك وأشكر فريق الإعداد تلفزيون دولة الكويت على الاهتمام في الجوانب القانونية اللي تتعلق في أمور التكنولوجيا. نقول بعد هم حياك الله، واليوم راح تكون أسئلتنا يمكن التوعية في نص قانون 29/20 اللي هو قانون الإعلان الإلكتروني. بس بالبداية نفسر حق المشاهد الفرق بين الإعلان الإلكتروني والإعلان الرقمي اللي هو اللي في السوشيال ميديا، أساس تكون واضحة بشكل عام. بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم راح أتكلم عن تعديل قانون المرافعات رقم 9 لسنة 2020 وعلى القرار الوزاري الصادر بمعالي وزير العدل 26 لسنة 2021. هذا قاعد يتكلم عن الإعلان الإلكتروني وهو ما يتعلق بإعلان الأوراق القضائية وليس الإعلان أو الدعاية لمنتج معين من قبل يعني مشاهير بالسوشيال ميديا أو عن طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة. فالإعلان اليوم راح نتكلم عنه يعني يتناول إعلان الأوراق القضائية وهو ما يتعلق يعني في صحف الدعاوى والطعون وكذلك الأوامر الصادرة بناء على عريضة أو أوامر الأداء وغيرها من الأوراق الخاصة في عملية تنفيذ الأحكام القضائية. حلو، فتكلمنا شوية عن وين وصلت الكويت من ناحية التشريعات القانونية اللي خلينا نقول تساعد على يعني نوصل إلى الحكومة الإلكترونية وتطبيق التحول الرقمي اللي قاعد تمر فيه يمكن المنطقة كلها، وصار من الضرورة اليوم إن الكويت يعني تحاكي هذا التغيير والتحول، بالإضافة إلى إن إحنا نسهل على الناس والناس اللي تشتغل في المحاكم غيرها سهولة التعامل مع التقنية وتمكينها لأمورنا اليومية. إذا تفضلت في البداية أنا بحاول يعني أتحدث بلغة يعني مبسطة ليفهمها يعني جمهور المتعاملين والمتغاضين الذين يلجؤون إلى وزارة العدل. يعني التكنولوجيا يعني بعد ظهور الإنترنت تغير العالم بشكل سريع يعني وأصبح الآلة دور كبير في حياتنا يعني أكثر يعني من عصر النهضة. فمن الممكن أن بعد ظهور الإنترنت حدث تطور يعني يوازي التطور الذي حدث بعد عصر النهضة. في الكويت صدر القانون 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية. وهذا القانون ينظم التوقيع الإلكتروني وحماية المعلومات الإلكترونية وغيرها من الأمور هذا، ولا يتناول يعني إعلان الأوراق القضائية من قريب أو بعيد، وهو كان يحمي التوقيع الإلكتروني ويبين ما هو الموقع وما هو البريد الإلكتروني وغيرها من التعريفات، وكذلك يحمي جزائيا المعلومات الموجودة يعني في المواقع من الهاكينج أو غيرها من أفشاء الأسرار. إحنا اليوم راح نتكلم عن الإعلان الإلكتروني. يعني الدعوة تبدأ بإيداع الصحيفة، تبدأ بإيداع الصحيفة، فأنت يعني تودع الصحيفة الآن الدعوة بدأت، لكن الخصومة بالمعنى الفني الدقيق لا تنعقد إلا بعلم الشخص الآخر. صح، يعني الشخص الآخر مش معقول يعني أنت ترفع عليه قضية وهو ما يدري. فيعني في شيء يسمونه شرف الخصومة وهو المواجهة لا تنعقد إلا بعد الإعلان عشان الشخص يعني يمكن من تقديم دفاعه في الدعوة المرفوعة ضده. فالإعلان يعتبر من أهم الأعمال الإجرائية. المواد المتعلقة في قانون المرافعات المدنية والتجارية اللي هو رقم 38 لسنة 1980، مواد الإعلان هي أكثر مواد يعني تناولها المشرع بتعديلات عدة. ودخل الإعلان الإلكتروني على استحياء أو الإعلان بوسائل غير تقليدية في 2002، لكن لم يصدر قرارات تنظم ذلك. ثم بعد ذلك يعني صدر التعديل اللي هو 26 لسنة 2015 وأضاف اللي هو الرسائل النصية والفاكس وأي وسيلة إلكترونية أخرى يحددها القرار الوزاري، وصدر القرار في ديسمبر 2018. لحد الآن إحنا ما دخلنا للعصر الرقمي يعني خطوات يعني بما يعني يلبي طموح
المتقاضين والمتعاملين مع المرفق القضائي. بعد ظهور الجائحة صدر التعديل اللي هو 9/2020، يعني الجائحة يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعديها علينا وعليكم، وأن يعني يحمي إخواننا وخواتنا اللي في الصفوف الأمامية. صدرت عدة تشريعات من أهمها اللي هو القانون اللي نحن راح نتكلم عنه اليوم اللي هو القانون 9/2020، ونظم الإعلان الإلكتروني بطريقة يعني أفضل مما سبقه. صحيح أن القانون يعني عليه ملاحظات، وهذا عمل بشر يعني عليه ملاحظات طبيعي. من الممكن أنه يتعدل يعني صح. وعدل الإعلان لغاية الآن يعني طبقا لنص المادة 5 من يقوم بالإعلان الإلكتروني هو إما مندوب الإعلان صح فيما يتعلق في الدعاوي أو مأمور التنفيذ فيما يتعلق في المرحلة اللاحقة. التكنولوجيا وين مكانها في التقاضي؟ وين مكانها في التقاضي؟ سؤال حلو. يعني بالنظرة يعني إلى الدول المتقدمة اللي سبقتنا على رأسها الولايات المتحدة والجمهورية الفرنسية وغيرها من دول المنطقة كذلك، يعني إحنا نبدأ بإيداع الصحيفة. حلو. في بعض الدول عندهم منصات في أونلاين بلاتفورم سبميشن أو منصة إيداع إلكترونية من الممكن أنك تودع الصحيفة فيها وأنت جالس ببيتكم أو أنت جالس مثلا مزرعتك أو شارعك من أي مكان بالضبط. يعني بعد ذلك يسوون لها فلترة ويتم الإعلان بطريقة إلكترونية، وهذه اللي إحنا عندنا اليوم الإيداع لحد الآن يعني الصحف والطحون في يعني بعض النواقص من الممكن أن يتم استكمالها يعني بموجب قرار يصدرون معالي وزير العدل. وعندنا كذلك اللي هو الفيرتشوال هيرنج أو جلسات الاستماع الافتراضية، من ممكن يعني أني أكون أنا بمكان والقاضي في مكان آخر والخصم في مكان آخر، ويصير عندنا جلسة استماع أو جلسة محاكمة عن بعد، وهذا ما في مانع يعني. وهذه صارت يمكن بالجائحة يعني صارت أتوقع بوعد من الدول أكثر من دول يعني في الولايات المتحدة يعني من 94 يعني 1994 دخلت التكنولوجيا في التقاضي يعني وكان عندهم منصات. أتكلم يعني على المحاكم الفيدرالية يعني فكان عندهم منصات وتم الإعلان الإلكتروني ودخل الإعلان الإلكتروني من 1994 يعني بعد ظهور الإنترنت على في طول. الكويت في الكويت يعني لو تنظرين إلى نص المادة الثانية من القانون يعني أجاز ولم يلزم أجاز اللي هو إيداع الصحف والطعون وكذلك أجاز عقد الجلسات عن بعد. والمادة الثالثة يعني كان مفترض يصدر قرار من وزارة العدل ينظم هذه المسألة، لحد الآن يعني لم يصدر القرار فيما يتعلق في جلسات الاستماع وكذلك يعني في إيداع الصحف. قاعد الآن الوضع يعني بالواقع يتم إيداع الصحف بناء على قرار سابق صادر 2018 في ديسمبر 2018، وهذا يعني الصحف ابتداء وليس على مستوى الاستئناف وكذلك ليس على مستوى الطعون. فالمسألة كانت تتعلق يعني في مكاتب المحاماة ويعني تنحصر كذلك في المسائل التجارية. احنا نتامل يعني ان ما دام احنا داشين على العصر الرقمي طبعا ما ندخل على استحياء صح. يعني الحمد لله اخواننا وبناتنا وشباب الكويت عندهم القدره صح. يعني احنا لو تفترف اي بيت يعني بتلقى الطفل وياه يعني جهاز وعنده ايميل، وترى الجائحه لها فائده يعني حتى الطالب اللي بالابتدائي صار عنده القدره انه يفتح ايميله ويشوف يعني شنو عنده اسايمنت. إيه صار طالب جامعي صار يعني ابتدائي فجاه صار الكنترول عنده كله عن بعد، صار يطبع وينزل وكذي وغيره. إذا إحنا بعقب على يمكن نقطة اللي تفضلت فيها يمكن هذه الجزئية تساعد قانون تحول من الورق المستندات الورقية للإعلان الإلكتروني وايد اللي هي تجارب الغير، شنو الحالات اللي تعذر فيها الإعلان الإلكتروني؟ الحالات إيه؟ الحالات طبقا لنص المادة 5 إذا تعذر الإعلان عن طريق البريد أو أي وسيلة أخرى إيه؟ يعني يجوز للأطراف يعني بناء على طلب من الأطراف للمحكمة أن يتم الإعلان بالطريق التقليدي، وهو أن يخرج مندوب الإعلان من إدارة الإعلان ويتم إعلانك في منزلك أو في موطنك المختار. أوكي. وإذا ما يعني ما تواجدت في المنزل يتم الإعلان عن طريق مخفر الشرطة. أوكي. المشكلة أن يعني هذه عندي ملاحظة فنية عليها. أوكي. إحنا نعلم أن إيداع الصحيفة لحد الآن الأطراف لم يصبحوا خصوما باعتبار أن ما تم إعلان ولم تتحقق المواجهة بين الطرفين. فكان من الأفضل يعني كان من الأفضل أن الأمر هذا يكون لدى إدارة الإعلان
أوكي. يعني لأن احنا في مرحلة سابقة إيه؟ على نظر أو بسط رقابة المحكمة على الخصومة، على الخصومة لحد إيه؟ الآن فما في قاضي assigned لل يعني أو تم يعني تكليفه في نظر صحيح. هذه القضية إيه؟ فكان من الأفضل أن النص التشريعي يكون يعني إذا تعذر الإعلان في الوسيلة الإلكترونية وهي الآن طبقا لنص القانون الحالي أصبحت هي الوسيلة الأولى، يعني الأولى لا يلجأ إلى الوسيلة التقليدية إلا بعد تعذر الوسيلة الأساسية. فكان من الأفضل يعني أن النص يكون يعني إذا تعذر الإعلان، إذا تعذر الإعلان بطريق إلكتروني جاز لطالب الإعلان اللي هو المدعي، جاز لطالب الإعلان يعني بناء على الطلب منه أو لمن يقوم بالإعلان اللي هو إدارة الإعلان، إدارة الإعلان أن تقوم بالإعلان بطريق تقليدي. حلو. ليش المشكلة هذه؟ لأن إحنا ماكو محكمة لحد الآن، إحنا ما تم الإعلان، ما قالوا إنه والله أنتم عند المحكمة الفلانية، فكان المفروض إن الإجراء هذا يتم في إدارة الإعلان وليس أمام المحكمة. أوكي. أمر آخر اللي هو فيما يتعلق بالسندات التنفيذية. أوكي. اللي هو في مرحلة تنفيذ الحكم القضائي أو السندات التنفيذية الأخرى، إحنا خلصنا من المحكمة ورايحين نعلن شيء يسمونه السند التنفيذي عشان ننفذ الحكم وأحصل على حقي يعني. نعم. فإذا تعذر إعلان السند التنفيذي النص قاعد يخاطبني يقول جاهزة للمحكمة من تلقاء نفسها، فأنا توني خالص المحكمة، فشنو المحكمة المختصة اللي راح أروح لها؟ اللي راح تروح لها. فكان الخطوة اللي بعدها يعني كان الأفضل جاهزة للقائم بالإعلان سواء كان إدارة الإعلان أو مأمورين التنفيذ فيما يتعلق في التنفيذ. فمن الممكن أن يتعدل النص هذا. نعم. ويعني أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل نهائيا يعني. بالضبط. شنو أفضل التجارب اللي مرت عليك كقانوني فترة الجائحة من ناحية تمكين التقنية حق مثلا المحامين أو القانونيين نقدر ناخذ منها خلينا نقول فائدة أو عبرة؟ إيداع الصحف. إيداع الصحف. إيداع الصحف يعني تحديدا إيداع الصحف يعني أنت تعلمين يعني إن إيداع الصحف أنت تكتب الصحيفة وتراجعها كمحامي، بعد ذلك تذهب وتسوي إيداع، فصار كل شيء مكتبك. بالضبط. كل شيء صار في المكتب. فهذه سهلت كثيرا يعني. سهلت كثيرا يعني. أنا عندي جلسة مثلا بالأحمدي وعندي إيداع صحيفة مثلا في الجهرة مثلا، فشون أقسم وقتي يعني. بالضبط. كمحامي يعني. أمر آخر يعني اللي هو بعد الإعلان الإلكتروني يعني أنا عندي زملائي يعني سواء يعني في القضاء او في المحاماه او كذا، في الاعلان الالكتروني كان يعني مطلب وحاجه يعني مطلب أوكي. وحاجه سابقه يعني يعني الناس كانوا يتمنون الاعلان الالكتروني مو يعني بسبب الجائحه يعني من زمان يعني. بالضبط. لكن الان سهل كثير يعني يعني انت تدخل على تطبيق هويتي يعني وهذا بعد شيء راح شنو الاعلان الالكتروني يعني. بالضبط. تدخل يعني بالقرار الوزاري حدد ثلاث طرق حدد ثلاث طرق للاعلان. الاول تطبيق هويتي. حلو. الدرجه الاولى يعني يشترط يعني هو التطبيق المعتمد من حكومه دوله الكويت. إيه. ويعني اشكر القائمين صراحه الف لمية. وانا بعد اشكرهم وايد يعني الامانه قاعد يسهل يعني قاعد يسهل وكثيره يعني. إيه. فبس يشترط ان يكون الشخص مسجل طبعا في التطبيق. الامر الاخر اللي هو عن طريق البريد الالكتروني او الايميل، يجب أن يكون هذا البريد الإلكتروني كذلك مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية. أوكي. والمرحلة الثالثة اللي هو عن طريق الـ SMS. أوكي. الرسالة النصية. الرسالة النصية. ويجب كذلك أن يكون رقم الهاتف مسجل عند الهيئة العامة للمعلومات المدنية. المعلومات المدنية. إذا تعذر الإعلان يتم الإعلان بالطريق التقليدي السابق يعني. السابق. الحين شلون نفعل التطبيق؟ شلون فعل التطبيق؟ يعني المشرع أصدر القانون. القانون. أصدر القانون. أيه. وزير العدل أصدر القرار الوزاري 26/21. بالضبط. الآن يعني صراحة يعني المهمة يعني على عاتقنا إحنا يعني كشعب كويتي وكذلك على عاتق يعني المسؤولين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية. إحنا تو يعني أنا يعني وصلتني معلومة إن أكثر من 2,000,000 مستخدم في الكويت سجل تطبيق هويتي. هذه معلومة يعني. يعني مبشرة يعني. طبعا لكن ذلك لا يعني أنهم مواطنين أو مواطنين، لأن الشركات لها أرقام مدنية صح 1,000,000,000 والمؤسسات لها أرقام مدنية صح والجهات الحكومية كذلك لها أرقام مدنية. فإحنا شلون ندفع المواطنين
للتسجيل في تطبيق هويتي. يعني لازم يكون في حملة يعني إعلامية من قبل الهيئة لحث الناس، يعني لحث الناس على التسجيل في تطبيق هويتي، ولينحصر استخدام الأوراق اللي يعني ممكن أنها تضيع، ممكن أنها كذلك تضر في البيئة. يعني صح. التقنية يعني ممكن أن احنا نستخدمها لصالحنا يعني ولخدمتنا. وأعتقد يعني أن القرار الوزاري القانوني يعني نص على أنه يجب على الجهات والشركات والمؤسسات والأفراد موافاة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ببيانات اتصالات الهاتف المحمول وبريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل إلكترونية معتمدة. تواصل. لكن شلون ندفعهم؟ هذه المسألة يعني تحتاج توعية. إيه. وأنتوا يعني مو مقصرين. إيه أنا يمكن ما أقاطعك، بس النقطة مالت إن الجائحة لها فوائد. يمكن أكثر الفوائد هي توعية الناس أنه لازم تنزل تطبيق هويتي عشان أمورك بشكل عام، سواء التطعيم مع البنوك. يعني لا واي قاعد أحس أنه في ربط للتطبيق مع أمور حياتنا، أو خلينا نقول الأشياء اللي نسويها. حتى البنك ذاك اليوم قاعد أنا أعرف يمكن معلومات بسيطة داتا خاصة فيني، قالي أنا أربط مع هويتي وأربط مع مثلا وسيلة ثانية، شنو تبين تنقيني؟ تدقون عليش تليفون ولا تدزولش رقم سري على أساس توثقين، ولا تطبيق هويتي يعرف أن أنت هذا الشخص عشان أكمل الإجراءات مالتك. فأتوقع هذه يعني في يعني جهود بسيطة أن قاعد يربطون معاه. بس أنا أتفق معك 1000% أنه لازم حملات على مستوى الكويت يصير توعية في أهمية هذا التطبيق اليوم في حياتنا. كل الشكر. الحديث والحوار عن الإعلان الإلكتروني وعن أهميته اليوم كانت شيقة جدا. أتمنى أن المشاهدين استفادوا، وأكثر يمكن اللي هم طلبة الحقوق بهذه الفقرة. وشكرا على وقتك أستاذ علي، منورنا في سايبر توك. كلمة أخيرة. والله يعني أود أشكركم مرة أخرى يعني على إتاحة الفرصة يعني لتقديم خدمة مجتمعية يعني لمشاهدين تلفزيون الكويت فيما يتعلق في آخر التطورات والقانونية فيما يتعلق في استخدام التكنولوجيا في أمورنا اليومية. ويعني مرفق التقاضي يعني ممكن يحتاج له كل فرد في يوم من الأيام في حياته. طبعا ومشكورين مرة أخرى لك ولفريق الإعداد ولتلفزيون دولة الكويت. نورتنا، وهذه الساعة المباركة، ونشوفكم بالفقرة اللي بعدها.